أخبار منتصف النهار من 218 نستهلها بأبرز العناوين. الشروع في تشكيل لجنة تحاور مع الحكومة بشأن إعمار بنغازي. المصرف المركزي يجمد حسابات 79 جهة اعتبارية. تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. أهلا بكم في تفاصيل النشرة. يعقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنية اليوم الاثنين اجتماعا في مدينة البيضاء مع جميع الوزراء وعميد بلدية بنغازي ومدير مطار بنين الدولي وكل مؤسسات وأجهزة المدينة لوضع خطة عاجلة لتقديم وتوفير الاحتياجات الضرورية لبنغازي وإعادة إعمارها. وقال رئيس الحكومة المؤقتة خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته إلى مدينة بنغازي إنه سيتم خلال الاجتماع تخصيص مبالغ مالية لبلدية بنغازي ولمطار بنين الدولي. وأوضح الثني تخصيص مبلغ 140 مليون دينار للبدء في إنشاء 6 قاعات جامعية لجامعة بنغازي تتسع لحوالي 125 ألف طالب في مدة زمنية ما بين 6 إلى 8 أشهر، وذلك خلال اجتماعه مع عميد الجامعة في اليومين الماضيين. وأعلن الثني تخصيص مجلس الوزراء 166 مليون دينار لحل مشاكل الكهرباء و25 مليون دينار لمشاكل التعليم ومنح 35 مليون دينار 450 وحدة سكنية للنازحين وإنشاء مشروع سكني ب 5000 وحدة سكنية في بنغازي و500 وحدة سكنية في منطقة بنينة، والموافقة على تخصيص 140 مليون دينار لقطاع الصحة بالإضافة إلى تخصيص بعض المبالغ البسيطة للمشاكل الأخرى. قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الجيش الأمريكي ليس ضالعا بالقصف الذي وقع في بني وليد، جاء ذلك دون إعطاء أي تفاصيل. ووفقا لمصادر 218 فقد استهدف القصف رتلا لمسلحين يعتقد أنهم من تنظيم داعش بمنطقة تبعد 50 كيلومتر جنوب المدينة. كما استهدف القصف أيضا منطقة الاستراحات في سدادة الواقعة على بعد 35 كيلومتر غربي كوبري سدادة. قال بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي إن المصرف جمد حسابات 79 جهة اعتبارية وحسابات 102 من الشخصيات الطبيعية، وذلك وفقا لقانون 2 لسنة 2005 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال، لافتا إلى أن محافظ المصرف المركزي يقوم بتجميد حسابات الشركات لمدة شهر مع إحالتها إلى مكتب النائب العام وفقا للقانون، نظرا لأن المحافظ هو رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عصام العول مدير المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي. سيد العول مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نعم، تجميد 79 من الحسابات وأيضا 102 من الشخصيات الطبيعية، في البداية ما هي الأسباب التي أدت إلى تجميد هذه المبالغ؟ هي طبعا هو ليس بيان، إنما هي ردود على بعض الاستفسارات التي ترد للمصرف المركزي، وما لاحظناه من خلال النشر خلال وسائل الاعلام اين هو دور المصرف المركزي في الحاويات السارقه في غسل الاموال وتبييضها وتتبعها. فالامر الذي تطلب منا ان نصدر توضيح بما يقوم به المصرف المركزي وما هو دوره. اوضحنا ان خلال عام 2016 ان مصرف المركزي جمد حساب 79 جهه اعتباريه هي المقصود بها شركات و102 اشخاص طبيعيين هم المقصود بهم افراد. طبعا هذا وفق القانون رقم 2 لسنه 2005 اللي هو الخاص بمكافحه غسل الاموال اللي فيها المحافظ هو رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال. القانون يعطي صلاحيه ان المحافظ يجمد حسابات الشركات لمده شهر ومن ثم يحيلها الى مكتب النائب العام، لان المصرف المركزي ما يملك صفه مامور الضبط القضائي، من يقوم بذلك هي الجهات الضبطيه المختصه كديوان المحاسبه والنائب العام والرقابه الاداريه. وهنا يتضح دور المصرف المركزي
في ان ما يتعاملش مع السلع انما يتعامل مع مستندات. اما من يتعامل مع السلع فهو دور الجمارك وجهاز مراقبه الاغذيه والادويه والاجهزه الامنيه الاخرى. المصرف عمل يقتصر في ايقاف معاملات الشركات التي تثبت عليها اي شبهات غسل اموال ويحرضها للجهات الضبطيه اللي اشرت لك لها اللي هي كديوان المحاسبه والنائب العام والرقابه الاداريه، المخولين طبعا وفق القانون بسلطه التحقيق ضبط والقبض. واشار المصرف المركزي من خلال ردوده وتوضيحها ان ابوابه مفتوحه للجميع في التعاون اجل التصدي لجرائم غسل الاموال بكل شفافيه وبكل وضوح. نعم سيد العول، افهم بان هذا الاجراء يعني سياسه جديده يعتمدها المصرف في تعاملاته ام انها يعني موجوده؟ لا هي سياسه موجوده، لكن نعم. في لغط في الراي العام. المصرف المركزي مش قايم بدوره في مساله غسل الاموال وتبييضها وايقاف المعاملات المشبوهه، فاحببنا ان نوضحوا هذا للراي العام ونوضحوا لهم ان المصرف قايم بدوره وفق ما حدد به القانون. نعم، بخصوص الاعتمادات الماليه وغسل الاموال، هل يعني من اليه وضوابط ستوضع او موجوده بالفعل هذه الاليه؟ الضوابط موضوعه، هي مساله غسل الاموال اللي بحكي لك عليها هي تشمل الاعتمادات ومستندات في رسم التحصيل وغيرها من الاجراءات، لكن الان المصرف المركزي من خلال التجربه اللي مرت وضع منظومه جديده اسمها منظومه متابعه النقد الاجنبي مربوطه بالرقم الوطني، حيتم من خلالها تتبع كل العمليات الخاصه بالاعتمادات او الحوالات السريعه المونيجرام والويستر يونيون والبطاقات الالكترونيه وكذلك الحوالات الخاصه بالعلاج او الدراسه على النفقه الخاصه. الان اصبحت مساله تنظيميه مربوطه بالرقم الوطني، لن يتم تنفيذ اي عمليه في اي مصرف تجاري الا من خلال هذه المنظومه المركزيه الموجوده في مصرف ليبيا المركزي، تم ربط كل المصارف التجاريه بها. نعم، أشكرك على كل هذه التوضيحات السيد عصام العول مدير المكتب الإعلامي بمصر في ليبيا المركزي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. قال آمر السرب 35 عمودي بقاعدة بنين الجوية عقيد فرج الدرسي إنه تم استهداف 4 جرافات بالقرب من مصيف الجوهرة، إحداها تمكنت من الدخول إلى المصيف. وأوضح الدرسي أن الطيران العمودي تمكن من تدمير 3 جرافات وواحدة لاذت بالفرار، لافتا إلى أن ألسنة النيران حالت دون رؤية الجرافة الرابعة. وذكر الدرسي أنه تم رصد الجرافات منذ عشية السبت وهي تقترب من شواطئ الجهة الغربية للمدينة، وتابع أن الجرافات تم تدميرها بالكامل وكانت محملة بالمقاتلين والذخائر لمقاتلي الجماعات المتطرفة. ونوه آمر السرب 35 عمودي بالقاعدة أن نسور الجو لن يسمحوا باقتراب أي قطع أو جسم إلى شواطئ مدينة بنغازي. وجه عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي كلمة لسكان مدينة بنغازي هنأ فيها المدينة والقوات المسلحة والقوة المساندة لها بالانتصارات التي تحققت بالإضافة إلى تقدم قوة الجيش في محاور القتال. وأعلن عمر البرعصي عن التنسيق مع آمر غرفة عمليات الجيش لفتح الطرق الرئيسة للتخفيف من الاختناقات المرورية، كما وجه نداء لكافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم. نتقدم بأحر التهاني للشعب الليبي بصفة عامة وهاني مدينة بنغازي بصفة خاصة على الانتصارات التي حققها أبنائهم من القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية والقوة المساندة لهم. أحيي كل مدن إقليم برقة التي ساندت بنغازي في محنتها من إجدابية غربا حتى مساعد شرقا. تم التنسيق مع آمر غرفة عمليات الجيش بشأن فتح المسارات والطرق الرئيسية للتخفيف من الاختناقات المرورية، كما تم الاتفاق على تسهيل أعمال غرفة العمليات والطوارئ التابعة للمجلس البلدي. ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله ستنطلق اللجان المتخصصة في حصر الأضرار التي تعرضت إليها منازل المواطنين، وهذه أولوية من أولويات المجلس البلدي لمدينة بنغازي. نؤكد على كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر
وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة، والعمل على تبليغ الجهات المختصة فور مشاهدتها حفاظا على سلامتهم، وكذلك التعاون مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية والهندسة العسكرية وكل الأجهزة المساندة للعمل في مدينة بنغازي لوضع آلية لعودة المواطنين إلى أماكنهم بأمن وسلام، حيث أن الخوارج قاموا في عدة أماكن بتلغيم هذه الأماكن وبالتالي حفاظا على حياة المواطنين. نأمل من المواطنين الالتزام بكل التعليمات الصادرة من غرفة العمليات العسكرية بالجيش الليبي. أفاد أنيس المجبري مسؤول غرفة الطوارئ التابعة للمجلس البلدي بنغازي بأن المجلس يوجه نداءات لتوفير مادة الدقيق بعد عجز الحكومة عن توفيرها. المجبري قال بأن القيادة العامة للجيش وفرت دفعتين، الأولى من الإمارات العربية المتحدة تم استلامها وتوزيعها على المخابز بالمجان، والدفعة الثانية من مصر ستوزع أيضا مجانا على المخابز. واستلمت أول دفعة من مادة الدقيق من القيادة العامة ووزعناها على المخابز، كانت مجانية. وأمس كذلك استلمت دفعة ثانية كانت من مصر وسلمناها لصندوق صندوق موازنة الأسعار، ويتم توزيعها الآن على المخابز مجانا. وبهذا نحن طبعا نوه جميع المواطنين ونوه الأخوة الخبازين براعوا تسعيرة الخبز للمواطنين. طبعا المواطن الان يعاني من قله السيوله، من قله اللي في داخل المصارف والعجز المصارف الان على توفير السيوله للناس. فنحن نتمنى من جميع القطاعات والتجار اللي يملكوا توفير قوت المواطنين بانهم يساعدوهم ويساندوهم. في ناس الان ضحي بارواحها، يعني شو المشكله اذا كان انت نزلت في التسعيره او بعت سعر جمله او ساعدت هالناس. نحن طبعا الاجارات يعني في بعض الناس استغلوها المواطنين من ناحيه الاجارات، من ناحيه تسعيره المواد الغذائيه، يراعوا الله فيها في هالمواطن، هذا المواطن المسكين اللي الان بدا اللي الان حس بطعمه النصر، حس بطعمه الراحه، حس بطعمه الاستقرار، حس بطعمه الامن. كان المواطن فعلا كان يعاني في معاناه شديده من جميع النواحي، من نزوح، من صحه، من بيئه، من كهرباء، من مياه. والحمد لله على بفضل الله تم الان بدات تتعافى المدينه وبدات تتعافى الدوله كلها، ذلك بفضل مجهودات قواتنا المسلحه والجيش والشرطه وكذلك قوات مسانده لها والناس اهل الاصل في هذه المدينه الذين لم يتخلوا عنها في هذه الازمه. أصدرت مجموعة من النشطاء والشباب بمدينة بنغازي بيانا حول الانتصارات التي يقدمها الجيش الوطني في المدينة، جددوا من خلاله مطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني. كما طالب البيان القيادة العامة للجيش الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالشروع في تأمين المدينة وإنشاء بوابات أمنية متطورة، وأن على الحكومة المؤقتة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المدينة. ونحن نحتفي في العصية بنغازي بالتحرير والنصر على تنظيم الدولة داعش ومن سانده وولاه أعداء الوطن والدين، فأننا ندعو لشهدائنا الأبرار الذين هم السبب الحقيقي بعد الله في هذا النصر العظيم بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، كما ندعو لجرحانا الأبطال بالشفاء العاجل والعودة سالمين غانمين. ولا يسعنا في هذه الأجواء التي تغمر المشاعر إلا أن نسجل خالص الشكر وجميل العرفان لرجال جيشنا الأبي قادة وجنود ولشباب المناطق المساندين لهم، فقد سطروا في سجل التاريخ ملاحم عز وبطولة يستحقون بها أن يدونوا فيه. قال مدير المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء بنغازي جبريل شعتير أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بمدينة بنغازي جاء بسبب إصابة المحطة 30 بالقرب من مقبرة سيدي عبيد. وأوضح شعتير أن المحطة 30 أصيبت بقذيفة جراء الاشتباكات الواقعة بمحور الصابري، لافتا إلى أن النيران اشتعلت ببعض أجزاء المحطة، وأشار إلى أن المحطة تغذي مناطق حي السلام وشبنة ومحطة 120 وجزءا من منطقة لوحيشي.
قال إبراهيم زغيد عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل218 بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب اليوم، معللا ذلك بعدم اكتمال النصاب القانوني، ذاكرا بأن أغلب النواب غير موجودين حاليا بطبرق، مشيرا إلى أن كتلة السيادة الوطنية ستعقد اليوم اجتماعا لمناقشة أهم القضايا العالقة منذ أسابيع. وبخصوص الاتفاق السياسي، قال زغيد إن التصويت على الحكومة لن يتم إلا بتعديل الإعلان الدستوري، وكان من المتوقع أن تعقد اليوم جلسة للبت في حكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان الدستوري. وللحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد طارق الجروشي عضو مجلس النواب. سيد الجروشي مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولكل المشاهدين. نعم، ما المحصلة المتوقعة اليوم؟ تفاجأنا اليوم الصباح بأنه عدد النواب بسيط جدا ولا يمكن معه اكتمال النصاب القانوني، حيث أن النصاب القانوني يتطلب 99 نائبا، وجل الحاضرين هم من أعضاء كتلة السيادة الوطنية حوالي 66 نائب، ومعهم النواب زملائنا الذين يريدون الحكومة لكنهم طلاب. بهذا العدد لا يمكن لنا ولا يمكن أن يتأتى اكتمال النصاب القانوني. الآن في مشاورات الرئاسة، كانت حاضرة سيدة عديدة في مشاورات ما بين كتلتنا سيادة السيادة الوطنية والسيد عديدة بخصوص الطعون التي قدمت. نحن قدمنا عدة طعون لكي نستفسر عن نتائج هذه الطعون وما رأي المكتب القانوني في هيئة الرئاسة في هذه الطعون أيضا، وكذلك ما هو رأي ورد الرئاسة في هذه الطعون التي أهمها بأن الأخوة زملائنا الذين انضموا إلينا المقاطعين وعددهم ربما 20، نحن فعلنا فيهم بحكم أنهم هم جزء من الاتفاق السياسي ونتيجة مترتبة على هذا الاتفاق السياسي، وبسبب هذا الاتفاق السياسي هم أتوا. لذلك طالما لم يتم تضمين هذا الاتفاق السياسي ضمن التحديد الدستوري لا يمكن ولا يحق لهم أن يصوتوا على من احتفل الحكومة ولا, نعم. ولا 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 التعديل أسد برمته. نعم، متى من المتوقع أن تعقد الجلسة سيد الجروشي؟ والله هذا يتوقف على اكتمال النصاب بحضور 99 نائب. نعم سيد الجروشي، هنا لربما سيد إبراهيم ذكر يعني عدم يعني عقد الجلسة اليوم بأنهم يعني أغلب النواب غير موجودين، يعني هل هذه الأسباب الجوهرية بالفعل يعني؟ لا، هو يبدو أن هناك حرج من زملائنا الذين يريدون وصف الحكومة، لأن أغلب الوجوه التي رأيتها اليوم هم من أعضاء كتلة السيادة الوطنية والممانعين لمنح الصفة إلا بشروط. حينما تنظرين إلى عدد زملائي الحاضرين، قلة بسيطة ممكن لا يتجاوز 10 نواب ممن يريدون تمرير الحكومة، فإذا هناك حرج وهناك لابد هناك زعل من زملائنا والذين يريدون منح الثقه للحكومه ولم يتعسى هذا الاسبوع الماضي. كذلك علمنا ان هناك مقترح لنقل مجلس النواب الى مكان اخر، ربما هم من قدم هذا المقترح يرى من خلاله وان هناك ارتياح اكبر لممارسه الديمقراطيه، في حين نحن في طبرق امنه ولدينا كل السبل الديمقراطية والملمية وكل الأريحية لممارسة هذا العمل النيابي الديمقراطي. نعم، إذا يعني على ما فهمت من كلامك سيد الجروشي بأنه يعني المشكلة الآن في المكان أم المشكلة في تعديل الدستوري ومن ثم تضمينه في الاتفاق السياسي ومن ثم طبعا مناقشة الحكومة. نعم هذا هو ما أود قوله بإيجاب. نعم نعم، هناك تسريبات سيد الجروشي تتحدث بأن هناك لقاء ثلاثي جمع سيد كوبلر وعقيلة صالح والسراج، هل بالفعل صحت هذه المعلومات؟ أنا على الصعيد الشخصي علمت هذا الأمر منذ البارحة، وهناك بعض القنوات من نفت هذا الأمر. الحقيقة لم يفتح لنا الوقت أن نسأل السيد عقيلة عن نتائج هذه الجلسة وهذا الاجتماع،
فلا استطيع ان اجزم تماما ان هذا الاجتماع او لم يحدث وما هي النتائج. لكن نعم. تفضل اكمل. لكن انا دائما معتمد مبدا الشفافيه، لو علمت اي معلومات ممكن حضراتكم تتصلوا بي مساء وسافيدكم باي نتائج من ضمن هذا الاجتماع. نعم اشكرك السيد طارق الجروسي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف. أظهرت صور التقطتها عدسة مراسل 218 الأضرار التي أصابت قلعة أوباري التاريخية الواقعة في مدينة أوباري جنوب ليبيا جراء الاشتباكات المسلحة الواقعة بين قبيلتي التبو والطوارق منذ سنوات. وتظهر المشاهد جزءا من الصور الخارجي لقلعة أوباري وقد انهار جراء استخدام الأسلحة الثقيلة في الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الفترة الماضية. ويعكف جهاز إدارة المدن التاريخية الآن على تقييم الأضرار التي أصابت القلعة من أجل العمل على ترميم الأضرار. لا ما خدم في السياحة، أنا خادم خط الاتصالات كله بين بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة أوباري بعد أن كانت حتى وقت قريب ساحة للاقتتال دام أكثر من 14 شهر بين التبو والطوارق في ظل وجود قوة محايدة من قبيلة الحساونة لمنع وقوع أي اشتباكات بين الطرفين. المدينة تشهد العديد من الحملات التطوعية لإزالة مخلفات الحرب وتنظيف وطلاء الأرصفة يقوم بها شباب متطوعون من طرفي النزاع. نظفوا شوارعكم، عودوا الى مدارسكم، والله ان شاء الله يوفقكم، ان شاء الله دائما اوباري تبدا بلاد الخير وابناء بلاد النماء، اوبارها دائما كانت بلاد خير. فمع بعضنا نتعاون، كل اهل اوباري تعاون، انسوا الاحقاد وانسوا الكلام الفاضي وابدوا بدايه جديده وان شاء الله ربي يعاونكم بصحتكم، وانتم الرجال اللي معتمد عليكم البلاد وربكم. شكرا الوالي. دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة إشرافه على المؤتمر الجهوي العاشر لحركة النهضة بصفاقس الأحد إلى إحكام خطة الأمن الوقائي تحسبا من خطر ما تشهده الأراضي الليبية وما يشكله ذلك من تهديد لتونس. واعتبر الغنوشي أن التدخل العسكري في ليبيا ليس الحل الأمثل للقضاء على تنظيم داعش، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن الأمن التونسي هو الذي قام بضرب الدواعش التونسيين في ليبيا. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. الملتقى 18 لفوج كشاف يونزاريك يكرم المتفوقين. Thank you.
الشروع في تشكيل لجنة تحاور مع الحكومة بشأن إعمار بنغازي. المصرف المركزي يجمد حسابات 79 جهة اعتبارية. تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. نجدد لكم التحية. قامت قوات الجيش بمدينة جدابية بإحراق مجموعة من الكتب التي تحمل فكر المنهج الإخواني بحسب تعبير غرفة العمليات المشتركة بالمدينة. الكتب تم العثور عليها في أحد مساجد المدينة الذي كان لفترة طويلة تحت سيطرة المجموعات المتطرفة، وقد تم إعدامها بحضور بعض من مسؤولي الأجهزة الأمنية في المدينة ومكتب أوقاف جدابية. تم اليوم السبت في تاريخ 28/2 حرب الكتب الضالة الفاسدة التي وجدت بأحد مساجد هذه المدينة بحضور أفراد من عناصر الجيش والشرطة العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب تابع لجهاز الأمن الداخلي وأحد مشايخ، وبحضور هيئة المحكمة العامة للأوقاف وحضور شيوخ السلفية. تم حرق هذه الكتب، وبتصريح من النيابة تم هذه حرقها، ولله الحمد كانت النيابة العسكرية متواجدة. والله أكبر والله أكبر. شهد الملتقى 18 لفوج كشاف ينزريك العديد من المناشط وورش العمل التي بيّنت إتقان عدد من الكشافة الكثير من المهارات لنيل الأوسمة بدرجاتها المختلفة للأشبال والفتيان والمتقدم، فتحصل عدد منهم على شهادات وأوسمة في مجال الطهي والميكانيكا. لم يفوت كشافة ونزريك الفرصة، فتوقف الدراسة وإجازة الطلاب يعني خلو المدرسة وإتاحة الفرصة لإقامة المناشط الكشفية. فهنا دروس وإرشادات للجوالة وشعارات وأغاني للأشبال، وهناك في الخلف تدريبات عملية للفتيان. ونحن الآن في حلقة المتقدم بوسام الطاهي. يتعرف الكشاف المتقدم على كيفية إعداد وجبة غداء لطليعته. الموجودين عندنا حاليا عدد 10 كشافين متقدم، ينقسمون إلى 2 من الطلاع. كل طليعة تقوم بإعداد وجبة الغداء حسب ما تم التعارف عليه داخل المحطة. احنا الان في محطة الوسام الطاهي، خذينا درس الطاهي وتعريف درس الطاهي ومكان الطاهي وشروط الطاهي، واخذنا معدات الطاهي، وقمنا بجمع الحطب وقمنا بتشعيل الحطب واعداد الوجبة. مستويات واختبارات عديدة مطلوب من الكشاف ان يتجاوزها في هذا الملتقى، فاتقانها ومعرفتها المعرفة الجيدة هي جواز مرور وتأشيرة للكشاف من اجل نيله الدرجة المطلوبة في سلم الدرجات الكشفية. ملتقى الفوج 18، ملتقى فوج كشاف ونزريك 18، الذي يتضمن العديد من المهارات الكشفية، مهارات في مجال الإسعافات الأولية وفي الميكانيكا وفي الرسم والتلوين والعديد من المهارات التي تلبي، ومن خلال هذا الملتقى حاولنا أن ننمي هذه المهارات ونطورها لمنح، وعلى غرار هذا الملتقى طبعا تم منح شهادة أوسمة. البهجة والحبور والفرحة كانت آخر علامات ارتسمت على الوجوه، حيث أوقات كانت مليئة بالأنشطة والبرامج المفيدة، فكانوا في الموعد وامتدت الأيادي وفاضت المشاعر وفاقت الوصف، فالملتقى الكشفي في نهايته. طقوس وعادات كشفية لا يزال كشافة ونزريك يحافظون عليها ويتغنون بأناشيدها وأشعارها، فساروا جنبا إلى جنب في شوارع وأزقة البلدة منشدين مغنين بالحب والسلام والوئام. شهدت مدينة غات انفراجا في أزمة الوقود التي دامت لأكثر من عام بعد وصول عشرات سهريج الوقود لمحطات المدينة بأحياء العوينات وتهلا
تهلا وغات المركز والبركت. لجنة الأزمة بالمجلس البلدي غات شكلت لجان للإشراف على توزيعها في محطات البنزين في المناطق المذكورة. ووفقا للجنة فقد تم تحديد مواعيد يومية ثابتة للتزويد بالمحروقات تفاديا للازدحام الشديد في المحطات وتسهيل العمل بها، كما ستقوم فرق الصيانة بإعادة تشغيل المضخات التي لا تعمل. طبعا عانينا من نقص الوقود لمدة عام وأربعة شهور في غات، طبعا في ظل الأحداث اللي هي صايرة في مدينة أوباري، وقاعدين مثلا شباب اللي هم لاهين بالصيانة يقوموا بصيانة البومبات. طبعا المحطة تخدم فيها بومبة واحدة باهي، وقاعدين نلبوا في الدعوة. وطبعا نشكر اللي هم قائمين في شركة البريقة لتسويق النفط وإدارة المحطة، ونزيد نشكر كل من ساهم طبعا في إيصال البنزين لمحطات الوقود تبعات من العوانات للبركة الأخيرة. واليوم يعني قعدنا ممكن سنة، قريب سنتين نقول، لكن الحمد لله جت البنزين والطريق انفتحت، وما نتمنى إلا يستمر الحال ويجي التموين وكل شيء. يعني الحمد لله يعني الأمور ماشية 100%، واليوم هو أول يوم نعبوا فيه بنزين بعد سنتين، والأمور مشتة الحمد لله، وإن شاء الله يدوم الحال وعاشت ليبيا إن شاء الله. طبعا احنا ما كنا نعانوا في أزمة البنزين قبل، توا الحمد لله فرج ربي علينا، واهو بنزين واهو كثرت الحمد لله. وقبل كانين نشروا البنزين بأسعار غالية، وتعبنا تعب غير عادي. أي مواطن كان عنده نقص في الحاجات هذه كلها، وغات محتاج لحاجات كثيرة منها الوقود واللي نسيناه قريب حتى نسيانا، والمواد الغذائية وحاجات كثيرة. الانفراج إن شاء الله يكون انفراج مستقبلي مستمر. يعني أقيمت بمدينة البيضاء ندوة تعريفية بمركز الأبحاث الأثرية في جامعة عمر المختار. الندوة شهدت حضور عدد من عمداء الكليات وطلبة قسم الأثار وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدينة سوسة. عرف خلالها رئيس مركز الأبحاث والدراسات الأثرية محمد بيانكو بالتشكيل الهيكلي للمركز وما يتضمنه من أقسام ووحدات وإدارات، منها المكتب التوثيقي والدعم الفني ومكتب الشؤون الإدارية والمتحف التعليمي الذي يحتوي قطعا أثرية لكي يتواصل الطالب مع هذه النماذج الأثرية. شرعت السرايا الأمنية التابعة للغرفة المشتركة بجادو في تأمين وتنشيط الحدود الإدارية الشمالية للمدينة عقب ظهور تنظيم داعش بمدينة صبراتة. مهام هذه السرايا تضمنت تأمين المنطقة ومنع تسلل أي من عناصر تنظيم داعش إلى منطقة جادو، إضافة إلى استحداث بعض الدوريات الثابتة والمتحركة لمواكبة تطورات الوضع الأمني بالمنطقة الغربية. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. تفاقم المعاناة بمستشفى أوباري من نقص في المعدات إلى غياب للطاقم الطبي. الشروع في تشكيل لجنة تحاور مع الحكومة بشأن إعمار بنغازي. المصرف المركزي يجمد حسابات 79 جهة اعتبارية. تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. يعمل مستشفى أوباري بأقل طاقته نتيجة غياب كامل للعناصر الطبية بالمستشفى، حيث لم يبقى سوى طبيب واحد فقط، ويعتمد المستشفى منذ مغادرة طاقمه الأجنبي على المتطوعين لسد غياب كوادره، كما يعاني من نقص في الأدوية وباقي المستلزمات التي تفاقمت عقب تعرضه لقذائف نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المدينة. المزيد في سياق هذا التقرير.
منذ 5 سنوات تعمل عائشة إلياس متطوعة للعمل في مستشفى أوباري لسد غياب العناصر الطبية والطبية المساعدة، حيث خضعت لدورات مكثفة في مهارات التمريض للتعزيز من قدراتها وكفاءتها. وبوصفها متطوعة فإنها لا تتقاضى أجرا مقابل جهدها، إذ تعتبر مساعدة المرضى عملا إنسانيا أجره عند الله عظيم. بالنسبة لنا كمتطوعات واجهتنا عديد من المشاكل، منها عدم المواصلات، ما فيش مواصلات، يوميا الصبح نجو كعابي نجو للمستشفى، في نقص يعني في المواصلات، لكن الحمد لله إيماننا القوي خلانا نواصلوا المسيرة. تردي الأوضاع الصحية بالمدينة سببه خلو مستشفى المدينة العام من كافة العناصر الطبية وصعوبة حصول المواطنين على الدواء اللازم، كما أن أغلب الصيدليات مغلقة بسبب الظروف الأمنية، حيث يعمل المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة بطاقم محدود جدا، فلم يبقى سوى طبيب جراحة مصري الجنسية وعدد من المتطوعين الذين يقدمون الخدمات التمريضية والخدمات العامة. وقد تسببت مغادرة أغلب العناصر الطبية الأجنبية، خاصة بعد تعرض المستشفى للقصف أكثر من مرة، بإغلاق أغلب الأقسام مثل قسم الكلى والعمليات الكبرى وقسم الأمراض المعدية. دكاترة ما فيش، تمام، وممرضين حتى هم عندنا متطوعين، وعندنا دكتور واحد، وعندنا مرضى يجوا، أكثر شيء يجينا تغيير جرحة، يعني جرحة يغيروا أنا، واكثر المرضى حتى هم مرضى الثانيين يجوانا، بس عندنا دكتور واحد احنا يعني في مستشفى أوبار العام. وادويه عندنا فيهم نقص، وعندنا حتى في الالات عندنا نقص، وعمليات ما تخدمش عمليات الكبرى، ومستشفى حتى هو يعني يخدم شوي ماشي الحمد لله. يقدر عدد المتطوعون في المستشفى بحوالي 20 متطوعا، وقد طالبت هذه العناصر التطوعية مؤخرا كافة العناصر الطبية بالعودة للمستشفى بعد توقيع اتفاق السلام بين التبو والطوارئ. قام المجلس البلدي طرابلس المركز بإزالة القمامة المتواجدة في شارع الاستقلال. المجلس أكد أن هذه الخطوة جاءت نظرا لما تشهده المدينة من تكدس للقمامة في الشوارع والأزقة، ما يتسبب في عرقلة الطريق بالنسبة للمارة، وسبب تكدسها هو عزوف العاملين في شركة الخدمات العامة عن القيام بعملهم بسبب عدم تلقيهم مرتباتهم طيلة أشهر. الناس السكان اللي ساكنين هنا، قصدي تقول مش ساكنين، كنيستهم ما يقلوش فيها، قصدي شو بنقول يعني الشعب، شنو قصدي خير الشعب، هو ما ينظفش في منطقته، ما ينظفش شارعيه، ما يقدرش يحط كيس كناسة في سيارته يمشي يقف عليه مكان معين، وما يبذل الجهد، قصدي انه هو ينظف شارعه وينظف قدام مسكن متاعه. الله غالب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وخلاص. انطلقت بمدينة زلطن دورة تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وذلك تحت إشراف قطاع الزراعة والثروة البحرية والحيوانية. وتهدف هذه الدورة إلى تدريب كافة المهتمين الراغبين والعاملين والمربين في مجال تربية النحل على التقنيات الحديثة المستخدمة في تربية النحل ودورة حياة النحلة وكيفية تحسين وزيادة إنتاج العسل وخلق فرص عمل للشباب. على شيء بينما تدل على البذل والعطاء والجهد الكبير. الحضور كذلك نحيي السيد عميد البلدية على تعاونه معنا في إطار نجاح العمل والأعمال. اقتصادها على هذا المنتوج. إذا الآن بطرابلس توجد موهبة تبلغ من العمر 14 عام تدعى إسلام الصيد، وبالرغم من إصابتها بمرض سرطان الغدة إلا أن حبها للرسم على زجاجة جعلها تتغلب على مرضها. مراسلنا التقى بإسلام وأعد التقرير التالي. ريشة وألوان وألواح زجاجية، بهذه العناصر وجدت طريقها للإبداع والتغلب على مرضها. إسلام البالغة من العمر 14 عاما
كانت في فترة تعاني من مرض سرطان الغدد، والذي فوجئ بقوة إرادتها وعدم استسلامها له. أول ما نحط في لوحاتي في المعرض الناس يشوفوهم يفرحوا بيهم يعجبوا فيهم لوحات، وحتى أنا نفرح أمتى ما حد يشوف فرح في لوحاتي ويعجبوه واحد نفرح هلبة. الطفلة أصيبت بورم سرطاني ولكن الحمد لله تغلبنا عليه والشوفية منا إن شاء الله بعون الله. وطبعا اكتشفنا فيها موهبة الرسم وتناهي في المرض، وطبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرسومات هذه الموضوعة كلها لإسلام، واكتشفنا فيها الموهبة هي وأختها الثانية ويتنافسوا في الرسومات وكذا، والأمر إن شاء الله يكون خير بعون الله. دعم أسرتها والمنظمة التي تبنتها وتشجيع أختها التي تتقاسم معها موهبتها كان دافعا لها لتنمية أناملها. احنا منين كنا صغار كنا نتعاون ونساعد في بعضنا مرة مرة، ولين يعني بابا شافنا وبدأ يقول ما شاء الله هذا وين بنياتي، بدأ يشرينا في ألوان ولوحات وما قصرش علينا حتى حاجة. الحمد لله اليوم عندنا الطفلة إسلام مبدعة في الرسم، احنا رشحناها هي الوحيدة اليوم في الطفل المبدع. البنية هدية لها اليوم 5 أيام مروحة من الأردن تاخذ في العلاج، وكان احنا سمعنا باليوم هذا يوم الخميس بس اللي فات واليوم ما هو سبت، يعني جبنا اللوحات اللي هي دارتهم ورسمت لوحة هنايا ومن شاركت بها والحمد لله الحمد لله. كيف يمكن للظروف أن تقف في وجه الإرادة، وأي مرض يمكنه أن يخطف ابتسامتها الواثقة؟ فلا طالما هناك أمل هناك حياة. والآن هذه نظرة على درجات الحرارة في عدد من المدن الليبية. والآن لم يتبقى سوى التذكير بالعناوين. الشروع في تشكيل لجنة تحاور مع الحكومة بشأن إعمار بنغازي. المصرف المركزي يجمد حسابات 79 جهة اعتبارية. تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. لكم منا كل التحايا في أمان الله.